هاني حي أرزق لبس علي شيخ. أنا نخدم حتى لو كان نحترم زملائي الفنانين، وثم ظروف متاع كل فنان وخاصة الموسيقيين يمكن يصل ظروفهم أصعب منا احنا، لكن أنا نخدم، أنا خويا نخدم حتى ما تماش موسيقى، نخدم حتى المرمى ويشرفني، ما يقلقنيش، يقلقني حتى شيء. هو الوباء هذايا، وباء كورونا، العالم كامل ما قراش حسابه، مشكل الفنانين، الناس كل، لكن الفنان اصل يعني فيه مشكله. شنو هي الفنان؟ يتصور حياته كامله ديما تبقى الفلوس جايه، ديما تبقى السهريات، ديما ما يشوفش النهار اللي هو يمرض فيه، ما يشوفش النهار اللي تدور عليه الدنيا، ما يشوفش النهار معناتها اللي كونه ينجم تصير له اي حاجه. الواحد نورمالمون وقت دي تصير مشاكل زي هذه يلزم عنده حاجه اخرى يعني جانبا، باش ما يصلش باش يمد ايده، لان فنان ومد ايده انا نحسها. لا مانيش تخليت عليهم الموسيقيين، ما شاء الله عندنا هم اليوم نقابه كبيره قاعده تقوم بالواجب، وعندهم ناس ماهوش كان انا، لكن انا عندي العمل متاعي اللي ليل ونهار لازم تقول لي 24 نخدم، يعني ما عنديش اوقات فراغ. ورغم نساندهم باحساسي وبقلبي اللي هما زملائي، ولكن من المستحسن دائما الفنان يشوف النهار غدوه، ما تعرفش عليه نهار غدوه اش مخبيلك. راهو الواحد يبدا عنده صغيرات، راهو الصغيرات هذوك يتحملوا احنا مسؤوليتهم، ما يهمهمش فيك تغني ما تغنيش، همهم اللي هما انت كيفاش تسترزق وكيفاش تجيب لهم باكو الحليب للدار. لا والله لا، لكن الحمد لله. شنو هو متيسر؟ وقت نقول انا الحمد لله يعني عندي اكتفاء ذاتي، لما حال جات في فتره خدمت على روحي، كونت شويه معناتها، كونت عملت نزل صغير يعني في المونديال في باب سعدون صغير، وفيه ريستورون قهوه، فيه اولادي زاد يخدموا معايا، معناتها الحمد لله مستوره ولاباس، لكن انا نعرف كيفاش نعيش وكيفاش نمشي. انا ما عنديش يعني لحمه كبيره بين الموسيقي، انا صاحب فرقه، مانيش مطرب نمشي نخدم مع فرق. بالفعل ثم فنانين ومطربين اللي يخدم لك ب 20 و 30 و 40 فرقه، يخدم ليله لهنا غدوه غادي، يعني كل مره يخدم مع بقى هكا، صحيح مع الموسيقيين يدور مع الموسيقيين، لكن انا عندي 8 من الناس من سنين انا وياهم، يعني ديما موجود لهنا، لان نعيش عائله. انا وقت نقول لك نعيش بالفعل عائله، انا وليداتي، ويخدموا معايا يعني ناس عائله، واي واحد يستحق حاجه يجي عند الله انا ابوهم. Oh, man.